signal isolation هدفه ان هو يعمل breaking للاوميك continuity between the patient وال AC mains. يعني بمعنى لو انا بصيت على السيركت بتاعت الاي سي جي ولقيت ان انا عندي اطراف الاي سي ممكن ان انا الاقي لها باث او طريق من اول واحده من الاطراف بتاعت الاي سي لغايه البيشنت، يبقى في مشكله ممكن تحصل. لو حصل يعني اي واحده من الكومبوننتس حصل لها مشكله، ممكن في لحظه ممكن الاقي الاي سي يبقى موجود على البيشنت. فهدفي ان انا ابريك الاوميك كونتينيوتي، يعني ما بقاش في ريزيستنس بين الاي سي وبين البيشنت. لازم يكون في حاجه تبقى اكنها اوبن سيركت. فالاوبن سيركت دي لها طرق كتيره ممكن نعملها، منها الطريقه الاساسيه اللي بتستعمل ان انا احط حاجه زي ترانسفورمر. ترانسفورمر بيبقى عندي في جانب موجود فيه مثلا واحد فيهم اللي موجود فيه السيجنال، وواحد الناحيه الثانيه هو اللي موجود فيه الجزء الثاني اللي فيه الامبليفاير واصل بالكمبيوتر، وفيه الباور سبلاي اللي هو في الاخر واصل بالاي سي. فمعنى كده انا عملت ايزوليشن للجزء اللي هو جاي من البيشنت، اللي هو الجزء اللي في الجنب ده، وبيسكلي الجزء الثاني اللي واصل بالاي سي يبقى في الجانب الاخر، بحيث ان بينهم في انفصال، مفيش هنا اوم، هنا مفيش، هنا عندنا ريزيستنس بين الطرفين دول لان في ترانسفورمر. نفس الكلام محتاج اعمله للسيجنال وللباور. ما ينفعش اعمله للسيجنال بس او اعمله للباور بس. السيجنال لو عملتها لوحديها هتلاقي ان الامبليفايرز الموجوده هنا محتاجه باور. فبيسكلي لو انا عملت ايزوليشن للسيجنال بس وخدت الباور ما هياش ايزوليتد، يبقى معنى كده انا خليت في طريق عندي من الاي سي للبيشن عن طريق الباور. فهنا لازم اعمل ايزوليشن للسيجنال والباور بالشكل دوت. في عندنا اكشوالي تشيبس موجوده متاحه من مثلا انالوج ديفايسز او تكساس انسترومنتس، هتلاقي ان هي مثلا تشيب دي هي البلوك دايجرام بتاعها دوت، بيعمل لنا الايزوليشن بتاع السيجنال والباور في نفس الشيب، وبيبقى كل الموديول ده بيبقى جاهز ونقدر على طول نستعمله زي ما احنا شايفين هنا. الطريقه الثانيه ان احنا نعمل سيجنال ايزوليشن هي باستعمال اوبتو كابلرز. الاوبتو كابلرز بنحول السيجنال لضوء عن طريق ليد، وبعد كده بيبقى في الناحيه الثانيه فوتو ترانزستور بياخد الاضاءه اللي جايه من هنا حسب الشده بتاعتها، بيطلع لي كارنت مقابل ليها. وبالتالي انا هنا اكني بنقل نفس الكارنت دوت، بنقله الناحيه الثانيه من غير ما يكون في ريزيستنس بين الاثنين، بيبقى في هنا سيباريشن بين التو بارتس دول. وبالتالي ممكن اعمل الكلام ده، ممكن اعمله في السيجنال، وممكن اعمله كمان في الحاجات، مثلا ممكن اعمله كسيجنال كانالوج سيجنال يعني تبقى لينير، او ممكن اعمله كديجيتال داتا، يعني اخلي جانب مثلا في كل حاجه لغايه الديجيتال انالوج ديجيتال كونفرتر، واحول الديجيتال داتا بعد كده اوصلها بالجزء اللي فيه الكمبيوتر وفيه الباور سبلاي عن طريق اوبتو ايزوليتور، او ممكن استعمل اوبتو ايزوليتور ده للسيجنال بتاعت الاي سي جي نفسها اللي هي الانالوج سيجنال، واعمل لها كونفرجن للناحيه الثانيه تبقى ايزوليتد بنفس الشكل. فالحقيقه الايزوليشن ده مهم جدا، وده مهم الحقيقه عاده في الاجهزه اللي هي اي سي باورد. لو الجهاز بتاعي باتري باورد يعني فيه بطاريه، ما بيبقاش عندي المشكله دي، يعني ممكن ما احتاجش الايزوليشن، لان البطاريه مهما كانت ما بيبقاش فيها خطوره انها تبقى موجوده ان كونتاكت مع البيشنت. انما لو الجهاز بيوصل بالاي سي يبقى لازم يبقى عندي الايزوليشن ده، وميك شور ان ما فيش اي اوميك كونتينيوتي بين البيشنت والاي سي.